معانا خبر مهم جدا. مشروع قانون التأمين الموحد بيقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة ب20,000 جنيه. تفاصيل الخبر قال أو اتكلم عنه المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. قال أنه مشروع قانون التأمين الموحد الجديد بيتم مناقشته حاليا في مجلس النواب والشيوخ، وقطعت اللجنة الاقتصادية شوط كبير من مناقشة القانون بيتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية بتتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتابعة في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق. معانا مداخلة هاتفية من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. صباح الخير يا فندم. هو حضرتك يعني صباح الخير يا فندم. صباح النور بحضرتك يا فندم. صوتي واضح يا فندم؟ صوت حضرتك واضح، ويعني عايزين بقى تفاصيل اكتر من حضرتك. اتفضل. هو بس في البدايه تعقيب بسيط، هو مش المطلقه للمره الثالثه، هي المطلقه الطلقه الثالثه اللي هو ايوه المطلقه اكيد مفهوم يا فندم. يعني الخبر واضح للجميع. اتفضل. هو حقيقي مشروع قانون التامين الجديد او الموحد اللي جمع بين اربع مشروعات قوانين موجوده دلوقتي. احنا عندنا اللي بينظم التامين اربع قوانين، عندنا القانون 54 سنه 75 ده بتاع صناديق التامين الخاصه، وقانون التامين الحالي اللي هو 10 لسنه 81، وعندنا قانون التامين الاجباري على الثروات 72/2007، وعندنا مشروع قانون المدني اللي بينظم عقد التامين والقواعد الموضوعيه للتامين. الجمع كل ده واتعمل قانون موحد. القانون الجديد حاول يمد الحمايه التامينيه لاكبر عدد ممكن من المصريين اللي بيحتاجوا حمايه في ظروف واوضاع متغيره يوميا. كان من ضمن الحمايه التامينيه وتوسيع مظله التامين ان طلعت ماده في الماده 19 من مشروع القانون الجديد بتتكلم على مجموعه من التامينات الالزاميه اللي استفدنا فيها من تجارب التامين في دول كتير وفي العالم المختلفه. الماده دي بتتكلم على مجموعه من التامينات الاجباريه، منها تامينات المسؤوليه المهنيه والتامين على الطرق السريعه، لكن كمان بتضمن التامين على في حالات الطلاق. المطلقة عندنا لوحظ ان المرأة المصرية بعد الطلاق او ما بتطلق فور الطلاق لغاية ما بتحصل على حقوقها سواء اختيارا او على طريق المحكمة بتاخد وقت فترة من الزمن، وهي لما بتبقى متعودة على ان الزوج هو اللي بيصرف عليها وفجأة ينقطع مورد الانفاق عليها فبتحتاج مبلغ تمشي بيه امورها لغاية ما تحصل على حقوقها قضاء في النفقة الشرعية وحقوقها الاخرى. فالفترة دي بتمتد ما بين يعني 7-8 أشهر لسنة، الفترة بتحتاج هي مصاريف فيها، فكانت الفكرة ان نوفر لها مبلغ مقطوع تقدر تاخده لغاية ما تتوافق مع الأوضاع الجديدة وتحصل على حقوقها تقدر تصرف وتعيش وما تتعرضش لأزمة مالية في الفترة دي. طبعا ده مشروع مهم جدا يا سيادة المستشار، بس احنا عايزين نوضح تفاصيل أكتر عنه. احنا قلنا ان هي تكون يعني أولا في شروط الطلاق يكون مش من الزوج الثالث زي ما احنا أوضحنا، ولكن الطلقة الثالثة اللي هي يعني دون رجوع. هنا شرط من الشروط انه يكون دون رجوع، صح كده؟ تمام يا فندم. هي احنا في البداية الأول خالص ايه هي الأقساط اللي هتاخدها شركات التأمين عشان تبقى تدفع؟ هي قسطين، عباره عن قسطين. قسط لما عند الزوج بيدفع ضمن رسوم الزواج، ودي تقرير الدراسه عندنا بتتكلم عن من 50 ل 75 جنيه. القسط الاولاني ده هتتاخد ضمن رسوم الزواج، والقسط الثاني هيتاخد لما يجي يطلق عند شهاده طلاق عند المأذون بيدفع قسط ثاني في حدود 25 جنيه. فهم دول القسطين اللي بتاخدهم شركات التأمين، هم دول اللي بيتجمعوا وبتبقى في الحصيله اللي هصرف منها مبلغ التعويض. التعويض هيبقى قد ايه؟ التعويض في الدراسه اللي عندنا بتتكلم من 15 ل 20,000 جنيه. طب ايه الشروط اللي دول هتاخدهم مره واحده؟ بتقدم وثيقه الطلاق لشركه التامين، تصرف مباشره وهي واقفه مبلغ التعويض ال 15,000 جنيه او 20,000 جنيه على حسب الدراسه الالكترونيه النهائيه اللي هيتم اعدادها. طب ليه اشترط يا فندم مرور 3 سنوات؟ طب احنا ما هو الشروط بقى ايه عشان اصرف ايه؟ قلنا طبعا عشان نمنع التحايل والتلاعب اشترطوا ان لازم يكون الزواج مضى عليه 3 سنوات على الاقل. يعني مش مجرد ما تتزوج الطلاق في السنه الاولى او الثانيه مش هتبقى مستحقه التعويض، التعويض هيصرف الطلاق اللي يتم بعد 3 سنوات، ولازم يكون طلاق نهائي دون الرجعه. دون رجعه. ف
ففي الحاله دي بتقدم الورق لشركه التامين هتصرف مبلغ التعويض مباشره. وده هيكون اجباري على الزوج. الدفع هيكون دون اللجوء الى المحاكم. لا بدون المحاكم، هي مجرد ما بتقدم شهاده طلاق لشركه التامين بتصرف فورا مبلغ التعويض. يعني مشروع قانون مهم جدا، التأمين الموحد، أكيد هنتابعه مع حضرتك الفترة اللي جاية، لأنه يعني نتكلم عن حقوق الكثير من السيدات اللي اتظلموا بسبب التعنت الزوج وما إلى ذلك في دفع طبعا يعني التكاليف اللي عليه. هنتابعه مع حضرتك الفترة اللي جاية. شكرا ليك المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.